تاني على دي حلقة مدوخاني. دلوقتي هنلعب مع بعضينا لعبة كلمة ونص. كلمة ونص يعني هسألك سؤال وترد عليا بكلمة ونص. ولكن أوكي. لأنك انت مش أي ولا زي وساعات بسرق وانت جاي لو على الحلاوة ملكش زي، فأنا يعني هعمل لك اكسبشن، صح؟ اكسبشن استثناء، وهخليك لو في حاجة حابب تشرحها تشرحها. تمام، اوكي، يلا. بس ايه، هنرد بصراحة. كلمة ونص بالظبط. وتعالى بص، ربنا يستر. اتفضل يا حبيبي، قول لي الدور اللي انت ندمت انك عملته. فرقة بنات وبس، لما لبست واحدة الست، مع انه مش عارف، مش موضوعي يعني، بس مش والله عارف. العظيم ده الفيلم ده انا بضحك فيه. ما انا فاهم، ضحك ده كان جميل جدا، بس مش عارف يعني، مش عارف، ما اعرفش، ما بحبش كده. لا ده فيلم حلو جدا. طب يعني ماشي، بس يعني مش فاهمه وجهة نظرك، بس هو ده فيلم حلو ونجح والناس كلها حبته. ماشي، بس تمام، احيي صراحه. انا كنت مزه فيه بس جدا. يعني غريبه برضه، يعني حسيت بحاجات عجيبه و... عشان تحسوا بينا. حس بيا، حس بيك ربنا. حس بيك ربنا. يعني شعور الولد، انا نفسي احس شعور الولد، نفسي اصحى كده اخد دش، ما احطش مكياج، ما اعملش حاجه، البس تيشيرت وبنطلون وانزل. فعلا ده احساس جميل جدا جدا، لان انا وقتها كنت بركب رموش واعمل حواجب واعمل مش... قلت لهم يا جماعه ده ليه كده، ما انا حلوه اهو، يعني ايه الفكره يعني؟ يعني عشان نعجب، ما احنا لو ما عملناش كده مش هنعجب. انتوا في الحالتين مش هتعجب. انتوا دي اكيد موجهه ليا انا. انتوا. طب ماشي، قول لي ايه اكتر عيب في شخصيتك تتمنى تشيله؟ العصبيه. العصبيه. وميزه؟ بصدق الاخرين بسرعه جدا. تثق في الناس جدا. ايه المسلسل اللي عملته في اخر 10 سنين وحسيت ان هو غير وجهه نظر الجمهور فيك؟ بدايه من مسلسل ادم. من ادم مع سبق الاصرار وتوالد بقى الاعمال، يعني المنطقه دي يعني. بصراحه. ومع سبق الاصرار تحس ان هو كان خدت فيه راحتك اكتر. وادم، ادم الناس آدم كان طبعاً الناس كانت بتخاف تسلم عليا في الشارع يعني. سيف الحديدي ده كان صعب قوي، والحمد لله ربنا وفقني فيه. وبعدين مع سبق الاصرار نفس الموضوع، فكانت نقله كبيره في حياتي. طب قول لي ايه اكتر حاجه بتشد الستات ليك، باستثناء طبعا عينيك الجذابه؟ جذبت مين بس؟ ووشك الحلو وشعرك المسبسب. مسبسب ايه بس؟ الكلام احسن فهمي. والعرض. لا اهدي بس، اهدي بس، ولا عرض ولا طول ولا حاجه. لا احنا راجل. والزوايا. لا 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 لا، زوايا ايه بس؟ ثانيه، انت بتتكلمي عربيه نص نقل. لا يعني شوفي، هو الموضوع موضوع مش سبسبه والكلام ده وبتاع، بس موضوع ان انت راجل طبيعي. بس مصري بجد وابن بلده فقط لا غير. انا مصنف نفسي كده. لكن انا مش 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 حسين فهمي واحمد احمد عز والناس الامارات دولت. لا صباح الفل يعني. لا صباح العسل. واسمع مني انا، مفيش حد بيشوف نفسه. ماشي، احنا اللي بنشوف واحنا ماشي. اللي بنكرر. لا انت بتشوفي اي حد. طب حساك كده عايز تغني، صح؟ تيجي نغني معاكي مايك؟ معايا مايك. فين اهو مايك؟ اهو اهو، خد المايك. خد شوف بقى، المايك سخن بنار الفرن. حلو. انا قلت يعني عشان يبقى حاجه من ريحتي. لا انا ما اتغديتش. طب اغني ايه؟ اي حاجه. اغني ايه بعد؟ عايزين نغني دويتو. دويتو. ماشي. طيب تيجي نقول حاجه للاستاذ عبد الحليم والسيده الجميله شاديه، بما انك يعني صوتك حلو. انا معاك في اي حاجه. ماشي، يلا. تعالي هقولك. هتقول ايه؟ لازم اقولك. وساكت ليه؟ طب بلاش دي. حاجة غريبة، حاجة غريبة. ايه؟ حاجة غريبة. طبعا حاجة غريبة. حاجة غريبة. ما فيش رن. طيب. الدنيا لها طعم جديد. لا الدنيا فيها ريحة غريبة. حاجة غريبة، حاجة غريبة.
انا حاسس اني طيب انا حاسه ان ده يوم عيد وانا شايل الدنيا دنيا فرحانه سهرانه في ليل كله سعاده ليها فرحه حلوه بعنايا وحلاوتها سكرها زياده. انت عارف ليه؟ ليه يا شوشو؟ عشان انت معايا. حبيب قلبي. ويا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي أحبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا ميجو. يا ميجو. يا ميجو هواك حيرني والشوق ملاني جراح وحياتك ما تبعد عني وتعالى عشان ارتاح. وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي مش يعني ما فيش احلى من كده. نرجع للكلمة ونص. نرجع للكلمة ونص. طب قول لي مين اكتر شخص قريب لقلبك؟ اكتر شخص قريب لقلبي تقدرش تعيش من غيره؟ لا هم بيتي عيلتي مراتي وولادي يعني انا كده حلو قوي. طب لم سيبنا من اسرتك الصغنطوطه قول لي مثلا شخص كان صديق ليك وفجاه مثلا بعدته او الظروف والدنيا او هو سافر وانت فعلا حاسس ان انت محتاج له يبقى موجود جنبك. هو في صديق واحد بس في حياتي يعني اللي هو القريب مني جدا اللي هو من طنطا حمد الدسوقي. ده صديق عمري يعني فانكتب عليا. طب قول لي كلمة واحدة تقولها لباباك وكلمة واحدة تقولها لأمك. الله يرحمهم. الله يرحمهم. أقول لهم يعني أقول لهم وحشتوني يعني كان نفسي يبقوا موجودين حاجات كتير. بس يعني يقولوا الميت بيبقى حاسس بكل حاجة. والحمد لله إن هم ربوني كويس وإن أنا على مبدئي زي ما أنا وعلى شرقيتي زي ما أنا ومش هينفع أكون حاجة غير اللي أنتوا عملتوها. يعني زي ما بيقولوا ايه بحطت ايدك يعني انا بحطت ايد ابويا وامي زي ما انا فمش عارف انا مش عارف اتحول مش عارف اتغير والله بجد اقسم بالله مش عارف او مش عايز مش بحاول. هو بيبقى طبع خلاص وتعود الواحد اتربى على حاجه ما بيعرفش يغير بالظبط. هو ده شكل البيت اللي انا اتربيت فيه ونفس المبادئ والاخلاق والطريقه والاخره. بسافر وبسهر وبعمل بعمل كل حاجه بس يعني في اساسيات في حياتي وهي المرجع دايما اللي هو شكل بيتك ايه عارفه ازاي. فهو ده اللي انت هتحاسب عليه وهو ده اللي انت هتطلع بيه من الدنيا وده اللي هيبقى يسجل لك حاجات بعد ما ماتك. يعني لو بيتك كويس هيعرفوا يدعوا لك هيعرفوا يستغفروا لك هيعرفوا يعملوا لك حاجه كويسه. لو بيتك كويس هيفتكروك بالخير. لو بيتك كويس كل الناس هيقولوا شوف الراجل مات بس برضه بيته كويس. يعني كل حاجه هتبقى سيره حلوه. فاهم ازاي؟ ما اعرفش يعني بس هو ده اللي انا بتمناه يعني طبعا ربنا يرحمهم يعني ربنا. واحنا كمان بنشكرهم ان هم جابوا لنا نجم جامد جدا زيك. ربنا يبارك فيك. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع اجمد حد في الدنيا ماجد المصري. استنون. ودلوقتي جه ميعاد لعبتنا الجديدة اللي هي ماذا لو؟ هسأل حضرتك سؤال وهدي لك اختيارات ولازم تختار منها. تمام. لازم لازم. أوكي؟ لازم لازم. حاضر. ماشي. قول لنا لو كنت أنت هتبقى أحد أبطال فيلم العار، كنت تحب تبقى عامل دور مين فيهم؟ أستاذ محمود عبد العزيز ولا أستاذ نور الشريف ولا أستاذ حسين فهمي؟ في الفيلم ده أحب أعمل شخصية الأستاذ نور الشريف. لأنه هو كان وأنا روق. أنا روق أهو جايلي الدور عليا انكسر صح؟ طبعا يعني كلنا الشرف طبعا. هي غرقت في الفيلم ده وماتت مش كده؟ لا ما احنا هنغير النهاية. أنا أكتبه بعثت من جديد. بعثت من جديد. أنا ما أغرقش. أنا أنت شايف في كاوتشات أب على وش المية ما أروح فين؟ صحيح. بالله ما شاء الله. أنا نازلة بأوبشن جديد. تايتانيك ماشية. سفينة ماشية. طيب
طب قولي. أقول دلوقتي لو هتعمل فوازير تحب مين اللي تشاركك في البطولة؟ القمر دنيا سمير غانم، ولا العسل روبي، ولا السكر نيلي كريم؟ التلاتة. لا واحدة. وممكن نعمل اكسبشن نلغيهم كلهم وابقى انا بيهم، وانت عارفني بقى في الفوازير ما اقولكش. لا طبعا انا اساسا ميوزيكال. انت ميوزيكال اصلا؟ ده انت معهد الموسيقى كله. اختار مين؟ اختار دنيا. ليه؟ عشان هي دمها زي العسل ويعجبني جدا شغلها، وما شاء الله عليها يعني عملت حاجة في مصر جميلة جدا. صح. وحتى لما عملت آخر حاجة هي وإيمي فوزير أنيلو شريهان، أنا كنت من أنا كنت حريص جدا دايما أتفرج عليها، عارفة إزاي؟ وهي بتلعب كوميدي من هي فنانة شاملة. صح. فده يعني صح. اعتقد ان هي هتبقى يعني انسب حد للفوازير. صح. بتغني كويس جدا، استعراضيه، بتمثل، بتعمل كوميدي، بتعمل كل حاجه. انا مع حبي لكل طبعا الفنانات الموجودين، بس انا هي بالنسبه لي المفضله انا كمان، لاني بحس ان هي فعلا اي حاجه بتليق عليها، تعمل رومانسي ما شاء الله لايق عليها، تعمل كوميدي لايق عليها، تعمل رقص وغنى يعني ما شاء الله. نسمع لها سقفه كبيره وبوسه لجوزي القمر.